السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع ممتاز جدا لربح عملة الدوك كوين. الموقع ممكن تحقق منه أرباح أكتر من 2 3 دولار يوميا، مش يوميا، لو شغلك عليه ساعة ساعتين تحقق المبلغ ده. الموقع يا شباب زي ما انتم شايفين دي واجهة الموقع من الخارج، عشان ما نطولش عليكم نخش نشرح الموقع من الداخل وازاي هنربح منه. طبعا طريقة التسجيل بنحط هنا الايميل وهنا الباسورد وهنا بنسيبها زي ما هي ديليفر، وهنا بنحط عنوان الدوك كوين اي محفظة، تمام يا شباب. وبعد كده بنعمل تسجيل، بنحل الكواتشة ونعمل تسجيل دخول تسجيل في الموقع. بعد كده بنيجي على هنا لودنج ونحط الايميل والباسورد ونحل الكواتشة ونعمل تسجيل دخول. بصوا يا شباب انا الموقع ده لسه ساحب منه النهاردة، بس الكلام ده من حوالي ساعتين 300 دوك كوين وصلين 301، كان 300 وشوية وباخد اتنين عمولة. اوريكم يا شباب الاول من هنا، هنخش من هنا هنخش منين، استنوا ثواني. هو يا شباب هنترجم بس باللغة العربية. الاحصائيه دي يا شباب، خش على كلمه احصائيه. بصوا يا شباب النهارده انا لسه ساحب النهارده اللي هو بالتاريخ النهارده يا شباب اهو 7/9/301 دوك كوين، تمام. وسحبت من الموقع ده يوم 17/5 وسحبت منه 6/5 يوم 6/5 17/5، وبعد كده ما دخلتش على الموقع تاني، لسه بقى دخلنا عليه النهارده وبدأت اشتغل عليه، لقيته طور حاجات جديدة وبقى الربح فيه سهل جدا، تمام يا شباب. اول ربح حاجة بنخش على كلمة الفوسي ديت، وبنيجي من هنا يا شباب بنختار بنحل الكابتشة ديت وبيطلع لنا اي رقم من دول، ممكن تضرب معانا ويطلع لنا المبلغ ده كله او ده او ده، احنا وحظنا. هندوس كده اهو يا شباب، كده احنا روحنا المبلغ ده وتضاف لنا فوق. دي اول حاجه من المكسب يا شباب من الموقع. بعد كده في الكلمه ديت، بنخش هنا يا شباب عندك، بصوا هنا وعلى الرصيد وبصوا على اللعبه ديت، بندوس كده وبندوس كده. بصوا يا شباب الرصيد بيزيد وبيقل، انا ديت كسبت منها مبالغ حلوه. بدوس كده عشوائي واقوم دايس كده اهو، دي طريقة الشغل يا شباب على القناة اللي بقول لكم عليها ديت. تفضلوا تعملوها كده يا شباب، بص تلاقي ممكن الرصيد بتاعك يوصل 300 400 دوك كوين وانت بتعمل الحركة ده اهي، تمام يا شباب. يبقى احنا عندنا ديت وديت الربح منهم. والسحب من هنا يا شباب بعد ما بنوصل بيقول لك هنا السحب 45 دوك كوين وباخد عمولة 2 دوك كوين. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.